طيب ممتاز، خلينا الحين عندنا بعض الأغراض الزايدة هنا، أودي أستفيد منها قبل ما أحطها في الصندوق. تلاحظون هذا المكان تقفل، والله حتى الزومبي صاروا قريبين. احنا الحين نروح هنا، لان هنا كان والله انا خوفي يجي واحد من ذولاك. هذا ما كان كذا اول. واضح ان الماكينة تغيرت هنا. وات فين انا تتحول كذا؟ الحين اكيد انك ميت. اما صح son of a bitch. خلاص هذا خلص لي طلقات الدنيا. طيب هذه لازم نسكر المكان ذا. المشكلة أنا كنت بستخدم اللي تقفل هذه في مكان هنا ثاني، كان ودي أني أستخدمها فيه. هذا وش القفل؟ يحتاج مفتاح أخضر. انا ما قد ابغى هذا الشيء. What the hell. طيب سكينة على قد سكينة سكينة. يبي لي سكينة ثانية. Shit. انا ما ابي استخدم الشوت جن لان بخليها للكبار ذولاك. بعد فيه اوه يعني يبي لي اماكن كثيره قصدها. يا الله رمي. هذا المكان بعد انا لازم امشي من عنده، ذولي ما راح يخلصون. اوكي. وين دي وين دي؟ افتح افتح دي بسرعه. انا جيت بس عشان افتح هذا القفل، ما دريت ان الدنيا تغيرت هنا. دقيقه خليني اخذ هذا. وش ذا؟ ريكورد اوف ايفنت. نثينغ يوزفول. ادخل هنا ادخل هنا. هذا وش ذا؟ الكترونيك جادجت. وش ذي بعد؟ اوكي هذا خلينا نفحصها الحين. اكزامن هنا. هنا البطارية. هذه مفجر بس ما في بطارية. احنا طلع مو كذا. طيب ممكن اعرف ايش اقدر استفيد منها؟ دي نضغط زرار هنا. طيب هذه لها استخدام. طيب
اخذه ولا ما اخذه؟ اخذه ولا ما اخذه؟ اخذه ولا ما اخذه؟ هذا مو بالحين. اوكي اوكي هذا اللي احتاجه الحين. يا زومبي تكفى، انا عندي بابين هنا، خلينا نفتح هذا. وش ذا المكان؟ وش ذا المكان؟ حلو حلو، عرفت هذا المكان. طيب هنا هذا ايش؟ ما نقدر نحصلنا مفتاح هنا ولا هناك. انا ما ودي اروح هنا، خليني اخذ هذا. يا الله. صح صح، هنا فيه قفل او الخزانة ذي، خليني افتحها. دقيقة، انا لازم اتذكر وش كان الرقم. لا مو ذي، هذه هي الظاهر. لا مو وقتك يا الله. هنا ليفت 9 رايت 15 وليفت 7 يسار، 9 15 يمين 7 يسار. طيب قلنا يسار 9، لا كيف أدل يسار 9؟ خليني ما أعرف لها أنا. 9 15 7 والله ضبطت. يا يسعد لي جوك، والله انها في وقتها. يا الخوي تحتاج فيرست ايد في. طيب انا ودي ارجع واسكر المكان هناك. انا بيعرف هل وش يقصد بالمناطق الحمراء هذه؟ ودي لنا اوكي، المناطق الزرقاء في الخريطه هذه اللي انا بحثت فيها، بس الحمراء انا باقي ما بحث او باقي ابحث فيها. طيب يعني هذه المنطقه فيها الجرين ايرب هذه، اريد ان اجيبها خزنها. ما ادري ايش اصلا يعني، خذنا كلها افضل. اوكي هذه عليها علامة صح، اتوقع انه خلاص ما نقدر ما نحتاج نستخدمها. طقات شوتجن، سكين حقتي بتخلص. طيب هذه الحين المنطقة اللي اخذنا فيها ريد ايرب، فالمنطقة هذه صارت زرقاء. طيب هذه يمدينا نخشها، فيها سيفتي ديبوزيت روم. عرفتها، هذه المنطقة اللي فيها الكيبورد ذاك المفاتيح ناقصة. طيب الحين نحتاج ايش؟ نحتاج ايش؟ سكند فلور، كان في خزانة ثانية بس انا ما اتذكر وين هي. خزانة ثانية مرة ما اتذكر وين هي. عرفت خلينا. حسب ما اتذكر كانت هنا. ايوه هذه قلنا احنا 9 يسار ثم 15 يمين 7 يسار. ليه؟ دقيقة، هذه مو، هل الخزانات تختلف يعني؟ طيب عندنا أول شيء، عندنا ثنتين حسب ما فاهمنا في الوست اوفيس فيرست فلور. وست اوفيس، هذه اللي فتحناها احنا في المنطقة ذي. طيب هو يقول المنطقة الثانية في الموفد، موفد فروم ستارز اوفيس،
اوكي 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 هذه هي نفسها بس انهم نقلوها من الاوفيس سكند فلور تو ويست اوفيس فيرست فلور، يعني خلاص كذا خلصناها. بس هذه لها اكيد انها واي نوت جيبها. والله ما ادري ايش اسوي الحين، ولا ادري وين الميدالية الثالثة. هنا مشكلة. مخزن الريد ايرب هذي. نشوف لنا مكان نروح له. طيب شوف، حتى يقول لي هنا هذه الاماكن اللي انا سكرتها. هنا انا عندي هذا المكان ما سكرته، انا ودي اسكر الصراحة بس يرفتك من الزومبي ما يجوا منه. ولا اقول خليني اسكره واذبح الزومبي هناك كما دي رصاص. انا يبي لي اغتسل شوي، نظام الحواله اللي جاء في اول شيء ما ينفع مره. هذه انا شبه متاكد انها هي، بس عشان نضمن انفسنا ما حد يطب علينا بعدين. قل مو هي؟ اجل مين اللي طبت علينا؟ لا تقول لنا اللي هناك. ايوه اوه طيب ما كان مبين في الخريطة ليه؟ لازم اقرب منها يعني واضغط. ول ول اتوقع انهم يقدرون يمسكوني، فانا ما ابي اجرب صراحة. الزومبي ما شفته. انا ما في فايدة اني اطلق عليها. شوف انا ما ابي استخدم السكينة، ابي استخدمها بعدين. في هذي تنهك زيوت. اوكي. يبي لي اقتصد اقتصد اقتصد. جيب الفلاش. يقول لك فلاش جرنيد اكويب اون ذا انفنتوري سكرين تو يوز جرانتي تو ديز اند ستان انيميز ويذن اتس افكتيف راديوس. طيب كان بي يوز كاونتر سترايك. اوكي اوكي كاونتر اتاك كاونتر سترايك وين يو ار كوت باي ان انمي بات اتس افكتيفنس اتس جريتلي ريدوس. طيب هذه لها فائدتين. بدينا نغير ال كويب. اوكي عشان اغير اضغط سبيس 2 3. اوكي اوكي طيب احنا نبي سكينه. يقول ان الفلاش لها استخدامين، يعني ارميها واروح زومبيز او اعميهم مجموعه يعني، او اذا واحد هاجمني بصير استخدمها عليه. بس يقول ان الافكت حقها راح يروح. والله ثلاث رصاص كذا يا جماعه كلها راح. طيب انا لازم القى لي حل فيه. ما مشكلة هذه دي مش بعدين. عندي مساحة؟ هاي عندي. حاول لا خليني اتاكد ثانية. هذي برا.
شيء هناك. اوه فد بس هل بيكون ذيك الفائده؟ ما ادري شو نيه افجر بس لا والله بدي افجر. انا ما اتذكر هنا ايش كان يوديني فيه. اوكي انا عندي مكان في مكان كان فيه سي 4 فاتوقع لو رحت هناك ان فيه في شيء يفيدني. بس الاغلب ان فيه هذا كان موجود. بسم الله. إذا ما كان في أحد هنا فهذه عجوبة. هذا الصوت أنا ما يعجبني والله ما يعجبني. لا والله ما في أحد. طيب هذا الغرفة يوي هنا استخدامها يعني. طيب 10 ثواني. يا والله 10 ثواني. بس ما اتوقع ان تفجر اماكن بعيدة. ايوه هذا هو هذا الاحمر ولا؟ لا هذا الزومبي وش جابه هنا؟ المشكلة انه سكر علي ذا الباب. دقيقة خليني افك الباب ذاك. اي والله يمكنني. هذا ابوي ما نبيه يطيح ابد. ان هو نحشه ولا شيء نستفيد منه. طيب هذا يقدر يجيني؟ لا. واو يا كثركم. هذه ميدالية ثالثة. طيب يا son of a bitch. كفر. لا 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 ضيعت رصاصتين. اوكي هذا ميت. طيب تخيل اني اخذ الميداليه ويقومون كلهم هنا عادي يجي وقت الفلاش وينه؟ ايه اوكي. طيب هذه التمثال الأخير. قلنا عندنا هذا التمثال. عندنا صورة بنت وقوس وسهم وثعبان. هذه بنت يبوي مو بواضحة. قوس وسهم هذا وقلنا احنا ايش؟ ما اتذكر الثالثة. الاغلب ان ذي اي والله ما ادري وش هي بس تعال تعال انا ادري انك تطلع لي. وينه وينك ولا نحاش بس حزم. انا ما عارف ان لكر والله يا انه فجعني والله يا انه فجعني. طيب انا لازم اصلح ذي
مو كل شيء قد انزل. لو ادري كيف اطلع هذيك. لا منه. يلا نحط الثالثة. خلنا نشوف ايش راح يصير. يقول find a way out. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon, but I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. I won't let you down, Marvin. هذا لازم أسطورة. أسطورة. طيب هنا في أشياء كثيرة. خلنا نسوي سيف هنا. اتوقع ان احنا عندنا جن باودر من الاساس. خلينا ناخذها ندمج. ان ما عندنا رصاص للاسف. للاسف ناخذ جرين ايرب هذه ندمجها مع ذي نخزنها. عندي حاليا ثنتين. طيب خلينا اخزن هذه واخذ الجرين ايرب. اخذ المكس ايرب افضل. ايش موجود هنا؟ هذا ايش؟ واضح من الصورة اللي ورا في حاجة. هذه لازم نلقاها. بس هو السؤال وين نلقاها؟ رصاص شوتجن جيب. هو قال اصلا المخرج حقنا تحت الارض. بس والله يا تحت الارض ذا مره ما يطمن. والله مكان مظلم هنا. ايوه وش هذا؟ هاند جرنيد. هاي كوبت اون ذا انفنتوري سكين تو يوز. Guaranteed to kill enemies within its blast radius. Type can be used to counter attack when you are caught by enemy, but its effectiveness increases. هذه برضه لها استخدامين.
يعني ارمي يقول لك ان مضمون يذبح اللي حولها. هذا ايش؟ ما مديني اشوف، لازم يبيني يمسح. او الاستخدام الثاني لها اني اذا واحد هاجمني ادافع عن نفسي. والحين نحاول ما نسوي هذا الشيء. طبعا عندنا الطريق هذا. شلون في زومبي هنا؟ المكان مقفل المفروض. هذا فوقي ولا؟ الظاهر فوق. متأكد ما في شيء. وش المولدات دي أصلا؟ واو وش ذا المكان؟ خلنا ناخذ هذه. لول هذا مين؟ هذا مين؟ وش في ذا؟ دقيقة، هذا بوس؟ طيب وقتك يا صاحبي غلط. ولا عارف الطريق هنا. بس اتوقع ضعف نقطة ضعف العين اللي على اليسار. بس مع الحوالة ذي والله ما اجيب اي شيء. وش انحاش ولا وش اسوي بالضبط؟ لا هذا مو مكان نحشي هنا. وجهه. لا بخر عنه. يود هذا بالعصا عقب في الدفن واحدة طاير. بعد كذا رجع. وضعك. هذه عينه. هو لما طلعت عينه صار سريع. لا تقول طلع فوق. تكفى لا تقول طلع فوق. ها طلع شوت جن. وش ما يمدي يطلع يمشي منه يعني ولا كيف؟ لا والله لا اسف جدا. شو تلعب علي؟ اوكي نسوي بس. طيب هذا ما ادري ايش اسوي فيه. غلطتي انا طفل لو اني استخدمت قنبله ولا شيء يطفل لي. الله. طيب صفق من تحت. فكرة حلوة، ليش ما انا احطها من الحين؟ طيب ايوه. يعني هو اللي كان يمشي فوق. طيب خلينا اشوف اذا كان في شيء هنا اقدر استفيد منه. مثلا شيء يطيح عليه ولا حاجة. هذا وش ذا؟ سلم. ما اتوقع اني اقدر استفيد منه. اسوي سكيب. شفناه.
شوف اذا عاد كنت تبعد عني. طيب رصاص رصاص رصاص. طيب انا نكبت نفسي الحين. كيف انحش منه؟ اوكي يعني هو اذا قبل ما يطلع عينه انت تضاف راسه. No choice. Gotta take it down. طيب هناك في نبتة خضراء. قرب. طيب انا رميت القنبلة عليه. الظاهر انه هو اقوى من طيب فلاش ينفع معك؟ واوه ما ادري ايش سوى هو. ايش سوى؟ ولا انا ما ادري اصلا كذا راسي ولا عينه ولا ما ادري. رجعت عينه. هم انتبهت قال الهلمي والله يكسر مكان ذات كثير. طيب انا ابي اخذ الرصاص اللي هنا نصيبه معي وهذه ادمجها الحين ونحاش منه. او هذا هو. ايوه هذا الشيء انا ما احبه. الحين صار زي الضباب المكان. Damn. Where is it? هنا ولا؟ هي مو موجود. ول! يعني يم. واوه. طيب. ابي اخذ الرصاص اللي هنا. قنبلة. رصاص. اخر اير. هذا هذا بنتعب معه. سريع ذا سريع. ايش المي فلاش؟ والله فلاش. طيب انا ابي استخدم القنبلة. كم نطايا الحين؟ لا 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 مو كذا. ادعيله حمرت. وهي كذا من اول ما ادري. اوكي 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 والله حمرت من جد. سبحان الله. سلم نزل من يوم ما خلص منه.
هذا والله باخذها من الحين. قالنا قدام جنبودر نستفيد منه نجيب رصاص. هو كسر لي الدنيا هنا. انا خوفي انه ما مات هنا. عاد ابدا احوس صدق وامي رصاص واجد بعد. انا احمد ربي انه كان في رصاص تحت كافي. كان انا الحين ميت بالراحة. هذا ايش؟ اوه كويس. ها يا شيخ وقتها والله وقتها. يا الله خليني اخزن هذه. خليني اخزنها انا. ما بخلي المكس ايرب عندي، بخلي واحدة بس. اوه يا الله والله يهو يفجع ذاك. خلنا نحفظ الجيم.